فقرة لنعرف أكثر لليوم مشاهدينا عن دور معالجة النطق على ما يبدو بكل شيء بحياتنا. نحن ما كنا عارفين هذا الموضوع رح نكتشفه اليوم، وتحديدا رح نحكي عن تحسين البلع والطعام لدى الفئات العمرية المختلفة، يعني عند الأطفال وكمان عند الكبار. أكيد كل التفاصيل بنحكيهم مع معالجة النطق كريستال يوسف. صباح الخير. صباح واليوم كريستال مع ضيفتها أيضا يلي هي ضيفتنا معالجة النطق كريستين سلامة. كريستين صباح الخير. صباح الخير، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا فيك. بما انه كريستين ضيفتنا خلينا ابدا معها بالبدايه. انت من اهل البيت صرتي. كريستين اليوم معالجه النطق صار لها دور كبير بحياتنا. اوقات بنكون مفكرين انه الاورتوفونيست بس لما يكون عندنا مشكله بالكتابه او بالقراءه او باشياء بديهيه، بس لا، في تفاصيل اضافيه هون عم نكتشفها اليوم بموضوعنا الطعام، البلع، الفيدينج للاطفال للكبار. خبريني عن اهميه هذا الدور بالبدايه. يعني مثل ما قلت، معروف انه اورتوفونيست يلي بتأتي او تاخر بالحكي او عنده صعوبه بالقراءه والكتابه، بس عن جد هي اوسع من هيك بكثير. اليوم رح نحكي اكثر عن الفيدينج او مشاكل البلع. هو بالنهايه عضل، عم نستعمل عضلات تمنا كرمال نقدر انه ناكل بطريقه مضبوطه ونبلع بطريقه مضبوطه. هلا في عنا كذا مشاكل، بس اهم شيء نعرف انه هيدا الموضوع بنشتغله عن جد من الولد، من وقت ما يولد من عمر صفر لا يكبر اذا كان عنده مشاكل. هون ساعتها بتختلف، يعني اذا انا مختصه بالفيدينج تبع الاولاد او مختصه بالفيدينج تبع الكبار. هون في عنا كريستال هي مختصة بالأجيل وأنا أكثر للأولاد. أكيد رح نحكي بكل التفاصيل. كريستال، هذا الدور يلي بتلعبه معالجة النطق، ودائما منذكر أنه المتابعة عن عمر صغير، المتابعة المبكرة هي مفتاح أساسي، بس لما نحكي عن كبار بالعمر كيف منربط المتابعة المبكرة؟ معقول في مشاكل بتخلق عن عمر كبير، عن مشاكل صحية بيكون لها تبعات على هذا الموضوع؟ 100%. مثل ما قالت كريستين كمان انه الاورتوفونيست معروفه اكثر شيء لانه لمشاكل الحكي والتأتأة واللدغه يلي هن كثير مهمين، ويلي فعلا دور الاورتوفونيست كثير مهم فيهم. بس كمان الاورتوفونيست عنده دور كثير مهم بمشاكل البلع والاكل، وكمان الاورتوفونيست بلبنان بالتحديد معروفه اكثر عند الصغار، انه ولد صغير بناخذه عند اورتوفونيست بيتفاجئوا العالم انه الكبار يعني الادولت البالغين وكمان الكبار السن المسنين بمجتمعنا هن عندهم دور وبحق لهم انه يتابعوا من اورتوفونيست خصوصي بمشاكل الطعام والبلع. ليه؟ لانه مثل ما حضرتك قلت شادي، في عندنا مشاكل بتستجد، يعني في مشاكل مثل ما حكيت كريستين بتكون بتولد مع الشخص او بيطورها بعمر صغير من 0 ل 6-7 سنين، وفي مشاكل لا تستجد، مثل مثلا المشاكل يلي ناتجه عن مشكله طبيه معينه، مثلا الاشخاص يلي بيعملوا جلطه دماغيه، الاشخاص اللي عندهم باركنسون، الزهايمر، او حتى حيالا نوع من انواع مشاكل الذاكره والتركيز والقدرات الذكريه الفكريه والذهنيه. وبنفس الوقت كل المشاكل اللي لها علاقه بالمثلا بالامراض يلي لها علاقه بالمناعه، يلي لها علاقه بالعضلات مثل ما كمان كنا عم نحكي. اوقات من دون ولا سبب في شيء بنسميه بريسبيفاجي، يلي هو مع العمر، مثل ما اوقات بنقول مع العمر صار يسمع اقل او نظره خف، كمان ما بالنهايه هو لعضلات مثل ما قالت كمان كريستين. مثل ما العضلات ممكن يعملوا نوع من رولاشما او نوع من ارتخاء او ضعف معين، مثل عضلات الاجرين او عضلات كسل بالعضله 100%. ولانه عضلات البلع اذا كانوا بالتم او باللسان او بالبلعوم والزلعوم صغار اجمالا نسبيا للعضلات الثانيين، فهن اذا بدك دقيقين، شغلهم دقيق اكثر، فبيبين الصعوبه اسرع. نعم. ولازم ننتبه لها. مثل ما قلت كمان عن قصه المتابعه المبكره، نحن لما نحكي متابعه مبكره بنفكر دائما بس بالولاد، وهذا جزء هلا رح تغطيه كريستين، بس كمان المتابعه المبكره عند الكبار. شو يعني متابعه مبكره؟ يعني اول ما نبلش نلاحظ انه في مشاكل، في سعله، في شردقه، في بطء كتير كبير خلال وقعه الاكل، في مثلا حدا عم يتغير لونه خلال الاكل، عم ينقطع نفسه، حتى اشخاص ببلشوا يعملوا
عوارض إذا بدك behavioral يعني بالتصرفات تبعهم، بيصيروا يتجنبوا وقت الأكل أو يتجنبوا يقعدوا مع الأشخاص التانيين وقت الأكل، بيصيروا يحسوا حالهم مزعوجين بس مش عارفين ليه، أو كأنه في مشكلة بس مش ما نعرف شو هي. هون كتير مهم نلجأ للطبيب إذا كان طبيب الشيخوخة أو طبيب العائلة أو طبيب صحة عامة أو طبيب أعصاب دماغية أو طبيب أنف أذن حنجرة، وبالتالي كمان نتابع مع معالج نطق مختص بمشاكل البلع عند الكبار. طبعا رح انتقل لكريستين لحتى كون عم بحكي معك عن الشق المتعلق بالأطفال. كريستين خبريني شوي شو أبرز الأمور يلي بتبين عند الأولاد بإطار هذا الموضوع، خاصة بما يتعلق بالبلع بالطعام بالمضغ بالشغل على هيدا العضلات، وشو المسببات أبرز المسببات لقلق. أوكي، هلأ في عنا أول مشكلة اللي هو ضعف بعضلات التم. بس أوكي. قول ضعف بعضلات التم يعني ممكن يكون في عندي صعوبة بأنه الولد يفتح تمه، يحط البيبرون أو الملعقة بتمه، يسكر يرجع تمه، ياخد الأكل يمضغه مظبوط، ينقله من ميلة لميلة، يرجعه لورا ليقدر بعدين يبلعه. يعني هي عملية منا سهلة، هي في كذا شغلة نحن تعودنا شوي كيف ناكل ما بقى نفكر فيها. ممكن هالعضلات تكون ضعيفة منشان هيك الولد منه قادر يأكل. هلا إذا كان في عنا ضعف مثل ما قالت كريستال بعضلة البلع، هو بدنا نلتجئ لحكيم لنشوف شو ممكن إنه نشتغل. حتى لو مش أكل يعني عم بحكي ليكويدز هون، حتى بيكون عنده مشكلة إنه يبلعون، مش بس الأكل القطع أو الأكل يلي بيجي هون. إذا كان عنا ضعف بعضلة البلع بحد ذاته، بس إذا كان عنا ضعف بعضلات اللسان مثلا، أكيد أحيان إنه ناكل الأكل ممعوس مثلا من إنه يكون شقف. هون نحن منكون عم نشتغل كاختصاصيين على تقوية هالعضلات، وشوي شوي منصير نقسي الأكل، ننتقل مثلا من المطحون للمهروس بالشوكة ليرجع ننتقل لقطع صغيرة ويكبر، أكيد حسب العضل كيف بيكون عم يتطور. هلا في عنا مشكلة تانية اللي هي الإفراط بالحساسية. هون بدنا ننتبه، هل ولد اللي قدامنا أو ولدنا عنده حساسية مفرطة عامة؟ يعني ما بحب يدق مثلا يعمل بانتور، ما بحب يدق بالتراب بالغازون، دغري بيقرف، او بس هي محصورة على الاكل مثلا بيقرف من اذا كانت الاكل شوي فيه تبرغل مثلا ما بيتقبله. هون اكتر بنحكي عن الحساسية يلي خاصة دغري بالاكل، بنشوف الولد دغري تقايا هو وعم ياكل ما بيقدر يتقبلهم. دوك بدنا نشوف حسب شو المشكلة وعلى أساسها كمان بدنا نشتغل. وفي عنا شيء ثالث كمان حكيت عنه كريستال البيهيفير. دوك أنا ولدي ما بيقبل يأكل غير هيدا النوع البسكويت، أو ما بيقبل يأكل غير مطحون. شو السبب؟ هون السبب دغري نحن إجمالا هلأ كتير درجة منقول بيكي إيتر، أنه هو بيكي إيتر، ممكن يكون بيكي إيتر، بس كمان بدنا نتطلع يمكن هيدا الولد مزعوج بس يأكل، يمكن عنده رفلو، طب لازم نشوف حكيم، يمكن عنده ما بعرف، يمكن تعود أنه أنا من أنا وصغير بأكل بس ممعوس، ما تعود على التكستير أو ملمس الأكل يكون شوي أقسى. دوك هون كتير مهم أنه عن جد نحن ما بنعرف أهميته، وهلأ الدراسات عم تتطور أكتر، نعرف انه بس ننقل من الرضاعة او من البيبرون للأكل عن جد في عنا اتابات لازم نمرق فيها. منشان هيك هلأ اكتر واكتر عم نعمل ورشات عمل تعلم الاهل او نحكي نحن والاهل عن كيف بدي انا بلش طعمي ولدي لما نوصل على 6-7 سنين تقريبا ما بيشرب غير حليب أو ما بيأكل غير هالشغلة أو هالشغلة. طبعاً ذكرت شغلة مهمة جداً، ورشات عمل بتعلم الأهل مش الأم، عم نطلع من هذا المصطلح لأنه اليوم الأهل اثنينهم معنيين بهذا الموضوع، إن كان الأب وإن كان الأم، لأنه دايماً بنربط هالأمور بالأم إنه هي قاعدة بالبيت عم بتطعم ابنها عم تهتم فيه أو بنتها أو ولادهم، والبي هو البي اللي عم يشتغل. لا، اليوم المهمة صارت مقسومة على اثنين والمسؤولية على الاثنين. كريستال اليوم لما نحكي عن الشق المتعلق بالكبار بهيدا الموضوع، طب ما هن كبار وده جمع وادين على تكستير الأكل على نوعية الأكل
على شو عم ياكلوا، شو المراحل يلي ممكن يمرقوا فيها، شو الأمراض يلي ممكن تأثر على هيدا الموضوع، وكيف أوقات الواحد ممكن يحب يأكل شغلة أو طعام معين بعدين فجأة يوقف يصير يأذي أو يصير أنه لا عم يبعد عنه، أدى هيدا كلها مسببات بطريقة مباشرة وغير مباشرة. هلأ نحن كمان عنا فكر للأسف كمان بمجتمعنا أنه بتحس إذا شخص تقدم بالسن أنه خلص هلأ بديك تجي تعلميه مثلا كيف يأكل وكيف يبلع، وهيدا عنا هيدا النظرة أنه خلص إذا حدا كبير بس أنا لازم أمن له الأساسيات، ولازم أنه كأنه واحد قاعد ناطر أنه أي متى بتخلص الحياة. لا، نحن جايين تنقول أنه بالقلب الأشخاص اللي بيصيروا متقدمين بالسن أول شيء حقهم أنه يكونوا عم بيعيشوا حياة كريمة، حقهم أنه نحن نعطيهم كل الأشياء الطبية والخدمات الطبية مثل ما لازم مثل ما بنعطيها لشخص بالغ عادي، وحقهم أنه نحن نأمن لهم أفضل نوعية حياة خلال هالفترة اللي بدهم يعيشوا حياة طبيعية عادي. يعني إذا بده يعيش شهر ليش بدي عايشه شهر مزعوج ومش مبسوط وعم يأكل أشياء مش حاببها الزلمة أو عم حطه بوضع أنه فيه خطر على حياته؟ ليه؟ بفضل أنا يعيش جمعة تاني يكون مبسوط فيهم وعم بيأكل مثل ما لازم ويتغذى مثل ما لازم، على أنه أنا ربحه جميلة أنه أنا بس عم عايشك يعني. أو أفرض عليه نظام معين ممكن يزعجه أو يضايقه. فهون شو بيصير عند كبار السن أو الأشخاص البالغين؟ ممكن يصير حيالله شيء طب إجمالا بيأثر عليهم. يعني مثلا أوقات بتتفاجأ شادي أنه عند كبار السن مثلا بيكونوا منيح بيقولوا لي طب عمل التهاب صغير بالرواية قعد شهر بالمستشفى ظهر كله متراجع لورا، لأنه هذا الشيء بيصير عند كبار السن. ممكن نعمل شيء بنسميه ريغريسيون بسيكوموتريس أو سندروم دو غليسمون، يلي هو أنه منحس أنه الشخص عم يتراجع بشكل مفاجئ بلا سبب معين، من حيالله سبب طبي أو حدث طبي صغير ممكن أنت بالنسبة لك أنه ماشي الحال وحتجرب جمعتين ما بدها هالقد، بس لأنه بيصيروا فراجيل أكتر من غيرهم فبيبلش هول القصص تأثر عليهم على كذا وجه من حياتهم اليومية. هيدي شغلة. شغلة تانية الأمور الطبية، يعني الأمراض اللي ممكن تصير معهم إذا كان عندهم مرض نيرو ديجينيراتيف يعني دماغي تراجعي ممكن كمان يأثر عليهم مثل الألزايمر مثل الباركنسون ALS وتوابعهم. وكمان حيلا ضربة ممكن تأثر عليهم، يعني ضربة على الدماغ وقعة أوقات منقول منلاحظ أنه حدا ما كان بشي بيوقع مثلا زحطت بالبنوار وتراجعت من وراها. نعم، لأنه بيكون عامل شيء ردة دماغية أو ضربة على الدماغ بتأثر عليهم. حتى أوقات مثل ما حكينا قبل من دون سبب مباشر مع تقدم العمر وكسل أو ضعف العضلات كمان مثل ما كنا عم نحكي ممكن هذا الشيء يأثر عليهم. هلأ عند الكبار كمان بتبلش تشوف انه هالمراحل اللي عم تحكي عنها كريستين انه نحن اللي بنقطع فيها كمان بنعملها بس بالقلب اذا بدك. يعني الشخص بيكون عم ياكل عادي بصير معه مشكله، نحن ما فينا نرجع نطعميه عادي لانه بنكون عم نحطه قدام ريسك تشردو. عند الاولاد الريسك انه ما يكون عم يتغذى، الريسك انه يطور معه عادات سيئه لبعدين والى ما هنالك. عند الكبير الريسك اكثر طبي عملي، يعني انا اذا شخص عنده ريسك انه يتشردق في خطر انه يتشردق او احتمال انه يتشردق، انا اذا تشردق الشخص معي ممكن يعمل اول شيء ممكن يختنق لا سمح الله ويعلق الاكل، ثاني شيء ممكن يعمل التهاب الرواية وهذا التهاب الرواية الناتج مباشرة عن عملية الشردقة بيرجعوا كتير صحيا لورا، وياما منشوف أشخاص تقدموا بالعلاج بيعمل التهاب بالرواية منرجع 100 خطوة لورا. فكتير مهم نكون منتبهين كأخصائيين كفريق طبي حول الأشخاص وكمان كأفراد العائلة أو الأشخاص الكير جيفرز الأشخاص اللي عم يهتموا بهذا المريض بالبيت تننتبه لحيلا إشارة حيلا حرارة صغيرة حيلا شردوقة سعلي متكررة. أوقات بيقولوا لي لا هي هاي السعلي عنده إياها لازم ننتبه، أوقات لا ما سعل هو وعم يأكل بس سعل بعد نص ساعة من الأكل ممكن يكون في بقايا أكل عم يسعل من وراها. هون كتير مهم نكون عم نتابع مع أخصائية النطق حتى نكون نحن عم نمشي بإتابات الأكل أو بالبروتوكول تبع الأكل بشكل صحيح ومناسب لحالته، ويفهموا العالم أنه هذا شيء منه حتمي. يعني مش إذا نحن جينا قلنا هذا الشخص لازم يأكل مطحون يعني كل حياته رح يأكل مطحون، ممكن نكون عم نمشي بالبروتوكول بمرحلة نطلع معينة طبعًا. نطلع بس لازم نطلع بطريقة بروغرسيف ولازم نطلع بطريقة مدروسة لحالة الشخص وطبيا ونكون عم نتابع مع فريق العمل. أكيد كريستين أدي نتائج مضمونة عند الأطفال أدي الولد الكبير ممكن يتعاون
ممكن يجبر حاله على أشياء معينة، بس في صعوبة بالتعامل مع الأطفال. أداء نتائج مضمونة، وخاصة إذا بلشنا بمراحل متقدمة مثل كل شيء نتيجة بتكون مضمونة أكثر، بس التعامل أدي صعب معهم، ونتائج أدي ممكن نوصل لها بوقت أكيد حسب الحالة طبعا، بس نحن أدي إيجابيين بهذا الموضوع على الأكيد. أنه الولد بيتقدم، يعني كيف ما رح نشتغل معه رح يتقدم، أدي وقت بتختلف قديش هو عم يتجاوب معنا، شو الحالة، أكيد كلها عوامل مؤثرة 100%. بس الأهم شيء نعرف أنه نحن ما عم نشتغل لوحدنا، يعني مزبوط الولد هو معنا بالحصة، ولكن في أهله، في الكير جيفر مثل ما قالت كريستال، كلنا عم نشتغل معه، لأنه بالنهاية الأهل هيدا ولدهم بدهم يشوفوه عم يكبر وعم يتغذى. أهم شيء عند الأهل أنه يأكل مزبوط لا يكبر. فالتعاون تبع الأهل كتير مهم، والتعاون أنه يتقبلوا أنه يمكن نحن بحاجة أنه نشوف حكيم، يمكن بحاجة أنه نشوف فريق عمل، يمكن وضعية الجلوس عند هيدا الشخص خصوصا عند ذوي الاحتياجات الخاصة، نحن بحاجة مثلا لمعالج فيزيائي يساعدنا بوضعية جلوس هيدا الولد ليقدر يأكل بطريقة سليمة. كلها أمور مرتبطة ببعضها 100%. كريستين شكرا لك على كل هذا الوضوح يلي ذكرتي اليوم بما يتعلق بتحسين البلع والطعام عند الأطفال. كريستال يوسف بالشأن المتعلق للكبار أيضا، يعني ما قلنا غنى عنكم بحياتنا، هذا باختصار على كافة الأصعدة. شكرا للوضوح بعملكم وشغلكم كريستال يوسف وكريستين سلامة، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم.